القرارات الأخيرة صراحة المجلس الوزراء كانت مخيبة للأمل. يعني أول بداية الأزمة أو كورونا حثوا الشعب الكويتي على التطعيم، أنا من الناس مطعم 3 تطعيمات الآن، ومن بداية ما قالت الدولة الرجاء أخذ الجرعة التنشيطية أنا أخذت الجرعة التنشيطية في شهر 10 اللي طاف، الآن كأنها لم تكن، يعني الآن أنا متساوي مع الشخص اللي مو مطعم. فصراحة حكومة مثل هذه إحنا ما نثق فيها خلاص للأسف، اللي قالت التطعيم ضرورة ولا راح نترك أي شيء إلا الكل يطعم، الآن بدأت تتراجع عن قراراتها، هذا شيء يعني غيظ من فيض. والله يقول لك الآن الوضع الكورونا يعني مرض عادي، غير قبل سنتين كان مرض صعب جدا. والله شوف في كلام أن التطعيم ساهم 85% في عملية الحد من انتشار الوباء، هذا الكلام مو مختلفين عليه، لكن اللي ما طعموا كانوا محتفلين منتصرين أن احنا ما طعمنا ونفذنا الشيء اللي في بالنا وما سمعنا تعليمات الحكومة، هذه يعني شوي فيها صعوبة. كل واحد يقدر يسوي اللي يبيه وينام على الجنب اللي يريحه، شخص احتفل المفروض اللي يعني صراحة يكرمون اللي طعموا لأنهم هم اللي ساهموا في اندحار هذا الوباء، نسأل الله السلامة. يعني نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة على خير، ما في تعويض مناسب، الكلام اللي يقولون أن هذا التطعيم ضار، احنا جربناه ما في أي ضرر ولا أعراض جانبية الحمد لله، مشت الأمور وسلكت الأمور، ويعني كنا متواجدين من بداية الأزمة في رأس العمل إلى الآن والحمد لله. جربنا التطعيم يخفف من الأثار، أصيب عندي ناس وأفراد من العائلة الحمد لله تبارك الرحمن لا يوجد أي أعراض، ما في ولا عرض الحمد لله، حرارة خفيفة يوم أو نص يوم على شكل موجات، أقل من ربع ساعة تختفي الحرارة، احنا ماخذين التطعيم كامل 3 جرعات والحمد لله.